بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قناة المراعي لتسمين العجول. حلقة اليوم هنتكلم عن استقبال العجول أو الخطوات المتبعة بعد دخول العجول المزرعة أو الحوش. واحد يقول لي في خطوات متبعة بعد دخول الحوش العجول للمزرعة أو الحوش. في خطوات متبعة تمام لمقاومة الأمراض والتحصينات. هنتكلم عن كل شيء بالتفصيل. أول يوم بعد دخول العجول الصغيرة المزرعة أعطيناهم بودرة للجراد عشان أتفادى حمض طفيلات الدم. يبقى أول يوم أعطيناهم بودرة. إحنا في الشتاء ما ينفعش أستخدم مبيد رش. مبيد الرش في الشتاء هيبقى ضار بالعجول، مبيد الرش في الشتاء هيبقى ضار بالعجول. فاستخدمنا بودرة اسمها بودرة للجراد عشان الشتاء تمام. بعدها على طول استخدمنا مضاد حيوي. واحد يسألني برضه يقول لي ليه مضاد حيوي اول يوم؟ مضاد حيوي اول يوم لان العجول بتاخد حمة نجل. العجل احنا نظرا ان احنا في الشتاء حمة النجل من العربية، جسم العجل بيتملي هواء. طيب احنا هنديه مضاد الحيوي ده، يعتبر منشط ليه عشان يقاوم الامراض. طيب ده اول يوم. تاني يوم دخلنا على حقن اسمها حقن منشطة للنمو. واحد يقول لي دي حقن هرمونات. لا، في فرق بين حقن منشطة للتسمين وفي فرق بين حقن منشطة للنمو. حقن منشطة للنمو ثلاث انواع. حقن المنشطة للنمو ثلاث أنواع. في نوع منها منشطات، وفي منها نوع طبيعي، وفي منها نوع اللي هو المضاد الحيوي اللي احنا استخدمناه أول يوم. المضاد الحيوي يعد من الحقن المنشطة عشان ينشط جسم المنشطة للنمو، بيساعد العجول الصغيرة في النمو لأنه ما بيسيبوش الأمراض. لو العجل ما سابش بالمرض نموه هيبقى أسرع، تحويله هيبقى أسرع. وفي منشط طبيعية زي النوى بتاع البلح، منشط طبيعي. زي الحلبة المطحونة، منشط طبيعي. الخميرة على العسل ده يعتبر منشط طبيعي. مش كلمة منشط معناها هرموني. وإن شاء الله الحلقة اللي جاية هوضح لكم إيه الفرق بين حقن منشطة للنمو وحقن منشطة للتسمين، إيه الفرق بين الاتنين، وهوضح بين الطبيعي المنشط الطبيعي والمنشط الهرموني، وايه اضرار ده وايه فوائد ده. طيب بعد حقن المنشط للنمو عطينا حقن الالفوماك الامريكي. في الالفوماك المصري، وفي الالفوماك الاردني، وفي الالفوماك الامريكي. طب ايه الاختلاف بين الثلاثه؟ الالفوماك المصري والاردني لو انا عطيتهم هحتاج اني ادي حقن للديدان الكبديه وحقن للديدان المعويه تمام. اما لو انا اعطيت الالفوماك الامريكي مش هحتاج ان ادي حقن للديدان الكبديه ولا حقن للديدان المعويه. صندي بس يكون صندي امريكي، اللي يكون الالفوماك امريكي اصلي سوبر مش مضروب تمام. طيب ده بالنسبه لتاني يوم. تالت يوم اعطينا حقن تحصينات للحمى الخلعيه وحقن تحصينات من الكوليسترول. ده تالت يوم. طيب عشان اتفادى حدوث الحمى القلعيه. ليه انا اتاخرت بالحمى القلعيه؟ ما ينفعش اديها من اول يوم، لازم اديها لثالث يوم لرابع يوم، عشان لو العجل اصلا متصاب بالحمى القلعيه ما ينفعش يبقى بجسمه فيروس وانا ادخله فيروس تمام. طيب عدينا الحمى القلعيه وعدينا برضك الكوليستريديا تمام. طب رابع يوم عدينا ايه اللي هو ان شاء الله هندي النهارده؟ هندي حقن منشطه للجلد العقدي وحمه الثلاث ايام تمام. حمة الثلاث ايام وجلد العقدي. التحصيلات كلها يعني تكلفة، انا معايا الثمان عجول دول تكلفتهم كلهم مش هتقف معاك على 2000 جنيه. تحصينات ومضاد حيوي وحمى قلعية وجلد عقدي وحقن منشطة وبرضك مقاومة للحقن للمرض طفيلات الدم. ده كله انت زي ما انت بتكون بالظبط، تكون مشتري عربية مستعملة. اول ما بتشتري على طول بتطلع على الميكانيكي عشان تظبط فيها كلها من جوه. نفس القصه، انا العجل ده ما ولدش عندي، انا مشتريه تمام. يعني اهو عندي عجل زي ده مثلا، العجل ده جه واخد هوا من النجل، وعنده كحه وعنده اسهال. يبقى انا لو ما علدتوش هيضعف مني اكتر واكتر. اما لو انا علدته
يبقى اول 15 يوم في دخول الدوره دول اهم 15 يوم. لو انت يعني ترفع حتى من كفاءه الكرش وترفع من كفاءه التحويل، يبقى ترفع من كفاءه الكرش وترفع من كفاءه التحويل وبترفع من مناعه الحيوان نفسه، بترفع له مناعته، مقاومه للامراض، يبقى انت خلال الدوره كامله بتبقى مرتاح. طب هنتكلم عن الحمى القلعيه. الحمى القلعيه انت بتديها مثلا بعد 21 يوم، بتدي الجرعه الثانيه الحقنه المنشطه، يبقى الحقنه المنشطه بتاعت الحمى القلعيه بعد 21 يوم، والجلد العقدي برضك الحقنه المنشطه بعد 21 يوم، والكوليسترول برضك الحقنه المنشطه بعد 21 يوم. لو انت ما تستخدمش الحقنه المنشطه يبقى كل اربع شهور بتدي جرعه ثاني، بتدي الجرعه الثانيه، بس الحقنه المنشطه عشان برضك لو اتصاب العشب بتيجي الاصابه خفيفه. وفي برضك في الى الان في الصعيد او مصر عامه الى الان في ناس ما بتحصنش. يا جماعة التحصين حتى لو العجل اتصاب، حتى لو العجل اتصاب الإصابة بتيجي خفيفة، بتيجي خفيفة، يعني ممكن تصاب أنت في عجل وزن 450 500 الإصابة تيجي خفيفة، غير لما تيجي أنت ما محصنش خالص في عجل 500 كيلو، يعني أقل حاجة هينزله 150 كيلو لغاية ما يخف، 150 كيلو يبقى أنت رجعت لنصف الدورة، ده إذا ما ماتش كمان. يبقى اهم حاجه التحصينات. التحصينات انا عن نفسي اي فيديو، يعني انا عندي فيديو السوق الاخير اللي نزلته عن السوق حقق 3000 مشاهده في خلال 48 ساعه، 3000 مشاهده في 48 ساعه. انا نفسي ضيقت ازاي فيديو اسعار يحقق المشاهدات العاليه دي وفيديو فيه معلومات واستفاده للمشاهد الاقي المشاهدات اقل؟ لا، ده انت قبل ما تبدا الدوره خد اعرف عيوب المشروع ايه، اعرف امراضه ايه، اعرف تقاومها ازاي، اعرف لو انت وقعت في مشكله في اثناء الدوره انت تعالجها ازاي. مش انك انت تعرف سعر العجول كذا والمكان هيكلفني كذا وتروح تبدا، لا ما تبداش على طول، اعرف اسعار الاعلاف قد ايه وازاي ادخل اعلاف بارخص ثمن، ايه الامراض اللي هيتصاب منها العجول، ايه طرق الوقايه منها، الى الان بيكحوا رغم انهم واخدين مضاد حيوي برضه. يعني انا قاومت الاسهالات بسبب المضاد الحيوي من اول يوم خدوا مضاد حيوي والعجول الى الان بتكح، بس في تحسن. الهواء اللي بياخده العجل في النقل وخصوصا في الشتاء شديد والحمى بتاعته شديده، لو انت مش من اول يوم عضيت المضاد الحيوي تمام والعجول بتيجي فيها الجراد من الاسواق، بيبقى جايبه من السوق او جايبه من المكان اللي هو كان فيه، لو انت ما خدتوش بالبودره البلاط، قلنا لو ما خدتوش بودره بقى هيتصاب بحمى طفيلات الدم، حمى طفيلات الدم دي صعبه تمام. يبقى اتكلمنا عن التحصينات عامه، اتكلمنا عن اول يوم مضاد حيوي وبودره البلاط، واتكلمنا عن الحقن المنشطه للنمو، وما قلناش ان هي هرمونات. والحلقه اللي جايه ان شاء الله هوضح لكم الفرق بين الحقن المنشطه للنمو وحقن منشطه للتسمين. قناة المراعي لتسمين العجول، لو انت استفدت بأي معلومة اشترك وفعل زر الجرس، ويا ريت الكل يشارك الحلقة، وشكرا لكم.